السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد على قناة Everything كل شيء. هنبدأ النهاردة نتكلم على تطبيق مهم جدا جدا. التطبيق ده لازم يكون في كل الموبايلات. التليفون عبارة عن أيقونات أو تطبيقات تبدأ تتعامل معاه، سواء عن طريق اللمس أو عن طريق السبيك أو الفويس الحديث. هنبدأ النهاردة نتكلم على إزاي تبدأ تتعامل مع التليفون بلغة الصوت أو الفويس. كل ما عليك هو إنك تحمل التطبيق اللي هو مساعد جوجل، تبدأ تخش على متجر بلاي وتبدأ تحمل التطبيق. في تليفونات على التطبيق، فكل ما عليك انك هتحمل التطبيق وتبدأ تتعامل معاه. وهنشوف هنعمل ايه التطبيق ده بيعمل ايه او هنستغله ازاي. نفتح التطبيق بالشكل ده. تم كانت موصول تسجيل تاني، يرجى قول ارسال رسالة. أي جهة اتصال تريد إرسال رسالة إليها؟ أي جهة اتصال مطلوب إرسال رسالة إليها؟ زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، نبدأ نتعامل مع التطبيق بإنك تتكلم أو اللي انت عايزه. تحدد جهة اتصال، تبدأ تتكلم، بيبدأ يجيب لك الوسيلة أو الرقم اللي انت عايز تكلمه. ما عثرت عليه. أنا بتكلم قلت كليب، راح طلع زي ما انتم شايفين الكلام ده. طب هنقول اللي احنا عايزينه. على سبيل المثال نكتب مثلا هذه بعض التفاصيل، وبتبدأ تترجم اللي انت عايزه. على سبيل المثال ممكن تقول حاجة تانية. وفقا لويكيبيديا، خرائط جوجل هي خدمة بيبدأ يطلع لك مشاريع الحاجة دي. مقدمة من شركة جوجل على الشبكة العالمية لعرض خرائط ذات مصدر جماهيري. كانت الخدمة عند بدايتها لعرض لخرائط لشوارع 4 دول، هي الولايات المتحدة و زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، كل اللي انت عايزه تسأل عليه. عايز معلومة تبدأ تتعامل معاه عن طريق الفويس فقط، بدل ما تكتب تعطل نفسك، لا بتختصر وقتك، تبدأ تتعامل فويس. حسي الفكاهي غريب أحيانا، ولكن لا يمكن أن أرفض لك طلب. لماذا للناس فئات دم مختلفة؟ لأن الناموس بحاجة لنكهات متنوعة. طبعا زي ما انتم شايفين اي حاجة بطلبها من جوجل بيبدأ يتعامل معاه وبيبدأ ينفذها، حتى طلبت النقطة زي ما انتم شايفين. على سبيل المثال نكتب ماذا قال السكر للشاي؟ يا مذوبني. معلش يا جماعة، معلش استحملي شوية. لماذا القطة بارعة في الألعاب الإلكترونية؟ لأنها ب7 أرواح. هذا مقطع مسجل من قصيدة أحمد شوقي بعنوان لك أن تلوم. لك أن تلوم ولي من الأعذار، أن الهوى قدر من الأقدار. ما كنت أسلم للعيون سلامتي، وأبيح حادثة الغرام وقاري. وتر تعلقه الفؤاد وينقضي، والنفس ماضية مع الأوتار. يا قلب، طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعه، كل اللي انت عايزه، كل اللي انت بتبحث عنه، اي حاجه تتخيلها، مساعد جوجل معاك في الخدمه هيبدا يجاوب لك عليها. موضوع مهم جدا جدا، تطبيق مهم جدا جدا، لازم يكون في كل التليفونات. عشان ما اطولش عليكم، انصحكم انكم تحملوا التطبيق ده. اي سؤال اللي انت عايزينه تبداوا تسالوه، جوجل هيبدا يجاوب معاك على طول. وما تنساش في اخر الفيديو تعمل لايك للفيديو ده، وتدوس اشتراك وتفعل زر الجرس لو لسه ما اشتركتش، عشان نوصل القناة لبعض المشتركين. و
واي حد عنده سؤال يبدا يطرحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.